أهلا بكم مشاهدينا. موضوعنا نهار اليوم بطاقة الشفاء. هذه البطاقة التي أصبح بعض المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستغلونها استغلال سيء. لهذا تقب قهوة جورنان كالعادة نزل الشارع باش يشوف آراء المواطنين حول هذا الموضوع. شوفوا معنا. زمان كانت تجيب ورقه انه تروح ترومبورسي يعطوا لك 80% تروح ترومبورسي انك على اساس تروح ترومبورسي 80% بهذيك البطاقه. درك ولات انهم تجبدها بطريقه الكترونيه. مع الاسف حنايا ما ماش نطوروا الطريقه الالكترونيه دعنا فيها غش ان نجبدوا دواء البعض. احيانا يروح يجبد دواء هو ماهوش مريض يمدوا للاخرين ولا يبيع الاخرين. هذه عيب وعار. كارت شفاء مخدومه للواحد باش يداوي بها با بلوس كي شغل لاكارت ناسيونال. واسمها البطاقة تاعك بطاقة التعريف، يعني أنت تعرف على روحك وتقدر تجبد بها. من حقك أي مرض بصح باش تجبد بها للغاشي صافي يدير ما ولاتش كارت شفاء، ولات شغل عندك شغل حاجة اللي ما عندهاش القيمة هذه. فحاجة مليحة مي كي يوتيليزيها مولاها بيرسونيلمون باسكو عليها درك ولات كيف سيرتو في الوقت هذا. هو صح يقول لك الوقت ومن انا نروح نشوف جاري باش يسلف لي كارت شفاء تاعو نهز بها الدواء. نو سا سفي با، هذه حاجه تاعك شخصيه قادر يهز بها دواء ما على باليش انا يكون الدواء هذاك اللي كيدير لك برك يقدر انت من بعد تولي ما على باليش انا في الشروعات. وهي من الاخر من غش انا فليس من حاجه مش تاعك تروح تهز انت تاع صاحبك. والله يقدر يقول لك تزوير هكا شغل علاش ماشي لا اسم ولا يروح يجيب لواحد اخر. جيب كارت شفاء تاعك دير دوسي خرج كارت شفاء وحدك. ما نقدرش انا انا سيد هكاك شغل اني نغش ما نقدرش ما تساعدنيش انا نروح نجيب لواحد اخر بالدواء تاعي بالكارطه تاعي. ماشي مليح ابدا ماشي مليح ممنوع من عنبتا. ماشي مليح مون افي لا كارت شفاء الي انديفيديوال شاكان اي بورتور دو سيت كارت. ولو كان واحد يروح يداوي بها ويموت كش ما تصرالو هذاك الانسان ينحصل شي مليح ولا يشي بها الدواء اللي ما الدواء هذاك جون دو دروغ الوغ سا سفي با ما بعد يحصلوا فيه انه كان يسربوها يوزاج اوتر كو ميديكامون. صراحة ماشي اذا كان دار الخير لواحد لا حول ولا قوة له بجوز ربي يسمح له والعبد يسمح له. اما انه دار الخير انه راح جاب دواء لشخص وباعوا له او جاب دواء لشخص هو قادر يجيب دواء فهذاك خطأ اذا جاب لواحد الله لا حول ولا قوة. اما اذا جاب دواء وباعه او اعطاه لشخص بامكانه انه يشري الدواء لا هذا خطا. راهم هما في سوق وراهم يسوقوا الناس انهم ما يروحوش يديروا ضمان اجتماعي ويجيبوا دواء على حساب الاخرين. كما يقولوا لي ضروره احكام كاين اللي غالب عليهم. احنا رانا فاهمين لا سيتياسيون تاع الجزيري ماشي كاع وكاين اللي بروفيتي خو عنده دراهم بصح لا لا تعجبه كي يروح يجبد من الدراهم هذوك تاع الكارت شيفا ويمدهم يا لو كان لوجه الله. لا فاصون ديالو كيفاش يرياجي يعجبو هذاك التهور ولا ما على باليش. وكاين اللي غالب دوك نتايا ايماجيني روحك تخلص مليون ونص ولا زوج ملايين عندك وليدك مريض زعما حبيت تقول لي بلي تسنى وقتاش يبرا وحده تولي تجبد. انا نقولها لك تجبد با سا ديبون بوتيت خا يدير فيها كوميرسيالمون ها اون بي با سافوار باسكو الحنانه ماشي في هاد الامورات. الحنانه نشوف واحد ما عندوش نمدلو نشوف واحد محتاج نعطيلو بصح ماشي في لو دومين تاع لا كارت شيفا سي دونجرو. بار اكزومبل الدواء تاعو يستقام 8000 دينار يشوف واحد يقول له شوف انا اعطيني 200 الف وهذيك 600 الف حلال عليك باسكو لي اخر راهم سوري 100%.